بسم الله الرحمن الرحيم. هنتحدث اليوم عن القوانين الاستثنائية، قوانين إيجار المساكن ودور محكمة النقض والمحكمة الدستورية ونصوص القانون في التخفيف من وطأة القوانين الاستثنائية. بالنسبة للمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية لها حكمين شهيرين. الحكم الأول 70/18 قضائية دستورية، هذا الحكم تم نشره بتاريخ 14/11/2002، وهذا التاريخ هو تاريخ نشر الحكم الدستورية. وهذا الحكم فرق ما بين مرحلتين، قبل نشر القانون في 14/11/2002 إذا توفى المستأجر الأصلي يمتد للمجموعة اللي نصت عليها المادة 29 اللي هي الزوجة والأولاد والوالدين، ويطلق عليهم مستأجرين أصليين، بما مفاده أن الابن الذي امتد لي عقد الإيجار إذا توفى يمتد للحفيد ويمتد لزوجته، وهذا الحكم بيطلق عليه حكم الحفيد. أما إذا كان المستأجر الأصلي توفى بعد 14/11/2002 فهيمتد برضه، بس بيطلق عليهم ممتد إليهم، بمعنى إن الابن اللي توفى بعد 14 أو امتد إليه عقد الإيجار وكان المستأجر الأصلي توفى قبل 14/11/2002 ويمتد للابن، بس بيطلق عليه ممتد إليه، بمعنى إن الابن لو مات لا يمتد عقد الإيجار ولا للابن الابن اللي هو الحفيد ولا للزوجة. وعلى هذا الأساس أنا المفروض ما يجيني عقد إيجار أشوف وفاة المستأجر الأصلي إمتى، قبل 14/11 ناس جايلي وبيقولي والله إحنا عايزين نخلي الناس دي لأن المستأجر الأصلي توفى بعد 14/11/2002، طيب مين اللي توفى ابنه؟ يبقى يجوز ان احنا نخلي الزوجة والحفيد. ده حكم الدستورية اللي هو 14/11/2002، وده المفروض ان احنا ننظر لتاريخ وفاة المستأجر الاصلي. اما حكم الدستورية 116/18 اللي خفف برضه من وطأة القوانين الاستثنائية، ان هو حصل الامتداد بالنسبة للزوجة والاولاد والوالدين بشرط الإقامة قبل الوفاة، ومحكمة الموضوع بتستخلص الإقامة، هل هي إقامة بقصد الاستمرار ولا مش ثابتة ومستقرة، وإن هذا المسكن هيصبح مكانه مغدى والمغدى بتاعه والمستقر بتاعه، وعلى هذا الأساس بتدي امتداد. أما القانون في مسألة التخفيف من وطأة القوانين الاستثنائية، القانون 136/81 المادة 22 الفقرة 2 تضمنت ان انا لو كنت مستأجر شقة خاضعة للقوانين الاستثنائية وانا قمت ببناء عقار يتكون من 3 وحدات صالحة للانتفاع، فاني اخير باني اترك المكان او المؤجر يحصل على شقة عندي بضعف القيمة الإيجارية وحتى الدرجة الثانية، فده خفف من مسألة برضو القوانين الاستثنائية. محكمة النقض برضو في حكم شهير ليها في مسألة التكرار، التكرار كان في الهيئة العامة استقرت على مبدأ ان التكرار يتحقق بمجرد إيداع صحيفة التكرار، كانت بعض الدوائر بتاخد بمسألة انعقاد الخصومة في التكرار وبعض الدوائر بتاخد بإيداع الصحيفة. الهيئة العامة لمحكمة النقض استقرت على مجرد إيداع الصحيفة بيتحقق التكرار، بمعنى إن السداد اللاحق لإيداع الصحيفة لا ينفي التكرار. سبب وحيد يجوز للمحكمة إن هو تأخذ به محكمة الموضوع مسألة إذا كان في عذر يبرر التكرار من عدمه. ده بالنسبة لمحكمة النقض وبالنسبة للمحكمة الدستورية وبالنسبة للقانون 136. ربي يوفقني في ان انا اكون وصلت المعلومة. شكرا جزيلا.